السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو روعة بتشكيلة الانتريهات الجديدة اللي لسه نازلة في معرض المعلم. لسه الحاجات دي كلها يا جماعة جديدة، اول مرة نشوفها مع بعض. ومش بس كده، لا ده كمان عليها خصومات كبيرة. دايما في معرض المعلم في اخر السنة بيعملوا خصومات اخر العام على كل المعرض، فعايزة بقى كل الناس تلحقها ان شاء الله، لان الخصومات نازلة بال5000 جنيه وال6000 جنيه. احنا كل مرة بيتعمل لنا خصم في الفيديوهات بال3000 جنيه اقصى حاجة، لا المرة دي كمان الضعف، لان خصومات اخر العام بتبقى كده المصنع بتاعهم عاملها، فكلكم تستغلوها ان شاء الله يا جماعة. طبعا مش هنتكلم عن الجودة وعن الفينش، الناس اللي راحت اشترت من الفيديوهات اللي قبل دي كتبوا احلى تعليقات، وهستنى برضو تعليقاتكم تحت الفيديو الجميل ده. بجد الواحد بيتبهر بالحاجات التحفة اللي احنا لو لقيناها في معارض. انتوا عارفين واستاذ احمد هيقول اسامي المعارض اللي بتتعرض فيها الحاجات دي بتتباع باسعار غاليه جدا، لا عندهم يمكن بربع ثمنها يا جماعه. وليه برضو احنا بنقول كده؟ لان المصانع اللي بتصنع الحاجات دي مصنع المعلم نفسه، هم بيعملوها لصالحهم، فبيخدموا شغلهم قوي وبيقدموه بجوده عاليه وكمان اسعار قليله. لان استاذ احمد بيقول يعني الشغل بياخد من بعضه كده، بيعملوا بالاكتر من انتريه، فبيبقى القماش كتير والخشب كتير، فالحاجه بتبقى ما شاء الله موفرة معاهم. مش بس كده، الانتريهات الحلوة دي اللي هنشوفها، لا كمان هوريكم الركن. ركن حلوة جدا، حتى استاذ احمد قال في ركن هيوريها لكم كده، هو واخدها في بيته، يعني جميلة جدا واسعار برضو مناسبة. احنا لو فكرنا اصلا نعمل ركن اليومين دول هنتكلف اكتر من كده. عشان كده الميزة ان معرض المعلم عندهم المهندسين وعندهم المصانع بتاعتهم، فالحاجة بتطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كمان بالمناسبة بقى الحلوة دي وخصومات اخر العام، صورت لكم كمان الغرف الاطفال والغرف الشبابي، لان الفيديو لغرف النوم اللي انا نزلته قريب ناس سالتني على غرف الشبابي فصورتها لكم يا جماعه، وهسيب لكم لينك غرف النوم في اول تعليق، لان في حاجات تحف برضو عليها خصومات كبيره. بحبكم جدا في الله. معرض المعلم موجود طبعا في طنان في ارض المعارض عند كوبري الكارته، وهسيب لكم العنوان اخر الفيديو بالتفصيل. اللايكات الكتير، ما تنسوش تشتركوا في القناه. يلا نصلي على سيدنا محمد ونشوف اجمل عروض على احدث انتريهات نزلت في معرض المعلم. يلا بينا. ماشي يا جماعة، هنبدأ بقى الفيديو الخاص بالانتريهات الجديدة في معرض المعلم وكمان الركن. طبعا انتوا شفتوا معايا الفيديو اللي قبل ده اللي كان خاص بغرف النوم واتبهرنا بالتشكيلة اللي موجودة، دلوقتي هتتبهروا برضو بالانتريهات اللي جت جديدة والعروض اللي استاذ احمد هيقدمها النهاردة. ازيك يا استاذ احمد؟ مرحبا استاذ. عامل ايه؟ الحمد لله استاذ. كسرنا الدنيا في فيديو غرف النوم. واهم حاجة المصداقية عندنا. طبعا اهم حاجة المصداقية. ماشي يا استاذ احمد، يلا نفرجهم بقى على الحاجات الجديدة. بأمر الله بقى عندي طقم الجهة، طقم جديد يا جماعه. بص على الطعم، بص الجنب بتاعه عليه كابوتونيه ما شاء الله، ده كله كابوتونيه ما شاء الله. طعم امر الله. ومعاه كرسيين حضرتك يا استاذه، كرسي حضرتك معاه بيلف دوران ان شاء الله. الله ينور يا استاذ. معاك الكرسي ان شاء الله اهو بيلف حضرتك اهو يا استاذ. الله ينور. وادي الكنبه اهو بامر الله. دي الحاجات الجديده اللي نازله جديد. دي ديزاينات طالعه جديده بامر الله يا استاذه، وباحترامي ليكي حتى القماش طالع جديد، يعني قماش جديد بامر الله. حلو قوي، ولونه جميل ولونه جديد كمان. ماشي يا استاذ احمد، قول لنا ده برده كابوتونيه، دي برده كابوتونيه من ورا. ماشي، من ورا كابوتونيه. حلو قوي كويس. استاذ احمد طبعا امكانيه تغيير الالوان متاح، يعني عايزين حاجات على كافيهات على بنيات بامر الله. بس زي ما انت حضرتك دي شغل مصنع، زي ما انت عارفه مهندسين باحترامي ليكي، هي شايفه بيصمموا اللون ده حلو في التصميم ده. شايفين من حضرتك مثلا اللون ده في الطقم ده هيبقى مثلا شيك وهيبقى طقم جديد. بصراحه اللون جديد قوي ما شاء الله. ماشي يا جماعه، موجود ما شاء الله جميل. ماشي 100 100. ده هيبقى سعره كام يا استاذ احمد؟ ان شاء الله قبل الخصم وقبل متابعين القناه دي ان شاء الله بنتكلم فيه ب 17000 و 18000. طب ولينا دي ان شاء الله لمتابعين القناه. أيوة. وفي سلطان المعلم، وان شاء الله زي ما احنا قلنا دي تصفيات اخر السنه بامر الله. الطقم ده هيبقى عامل 14000 جنيه بامر الله. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. 14000 جنيه يا جماعه، كنبه صغيره وكنبه كبيره وكرسيين، واحد ثابت وواحد متحرك. واحد متحرك بيلف. والترابيزه بتاعته معايا يا استاذ احمد ولا ده ما فيش ترابيزه هديه؟ طبعا انت ذكرت الترابيزه حضرتك، يبقى الترابيزه هديه علينا، بس ما فيش انتريه بترابيزات. الترابيزه هديه بامر الله. ماشي، ربنا يبارك فيك بامر الله. معايا بقى جايب ركنه بامر الله يا استاذه اهي، ركنه جديده ان شاء الله.
سرير بردك وصحراء. كان في حد بيحمل ركنه دلوقتي. لسه والله بحمل طقم يعني ركنه وانت لسه متحملين. أيوة جهاز كامل عروسه بامر الله. تعالى بص حضرتك، بص الكثافه بتاعت الخشب حضرتك يا استاذه، بص كثافه الخشب من هنا عشان الزبون يقول لك كانوا مالي. حاجتهم يا جماعه والله من غير مجامله، وقلت لكم الحاجه واخده حقها. الناس بصوا انا عملت لكم لقاء في الفيديو اللي فات مع النجار نفسه، والله قال لي كلمتين مش هقول لك غيرهم، ربنا يبارك لهم. والحاجه بجد ما شاء الله. بص يا جماعه الجمال الركن ان شاء الله يا استاذه برضك ادي بتبقى 2 في 3 يا استاذ احمد. الركن 2 في 3 دي ان شاء الله سرير وصحاره يا فندم. سرير وصحاره. سرير وصحاره. سرير وصحاره يا جماعه، بصوا مساحتها قد ايه ما شاء الله. طب يا استاذ احمد قلنا دي هيبقى سعرها كام معانا؟ دي ان شاء الله قبل الخصم يا استاذه ان شاء الله عامله 14000. ورينا دي ان شاء الله لقناتنا الحلوه الجميله بالصلاه على سيدنا النبي، هنحسبها ان شاء الله يا فندم ب 11000 جنيه. 11000. بص القماش بتاعنا باحترامي ليك عامل ازاي يا فندم، قسما بالله ما بنشتغل غير في اعلى قماش واعلى جوده واعلى خشب واعلى باحترامي ليك سفنجات، يعني السفنج بتاعنا كله سفنج روبوند اهو يا استاذه، يعني حاجه خامه وحاجه ماتيريال بما يرضي الله. ما شاء الله يا جماعه. حلو قوي. طيب في اشكال ثانيه يا استاذ احمد من الركن؟ اه في ركن بقى باحترامي ليك، دي شغل حاجه نتشرب بيها وحاجه بنطلع معاها ضمان، وزي ما انت شفت حضرتك اهو زبون باحترامي ليك جه خد مننا ركنه، وخد يعني هو كان واخد مننا جهاز كامل، جه عجبه الجهاز وعجبه الركنه، بعت واحد صاحبه خد ركنه كمان. ايوه كان موجود دلوقتي. خامه والله. انت عامل له فوق الركنه زي كنت عامل له لحاف حضرتك. هو شايفة. طلب لحاف زياده حضرتك على الركنه، عملنا له لحاف برضك حفاظا على الركنه، حفاظا على الشكل العام جميلة بتاع الركنه. استاذ احمد جميله. دي هتبقى بكام يا استاذ احمد معانا؟ الركنة دي يا فندم ان شاء الله لمتابعين القناة حاجة زي كده ب 14000 جنيه. الركنة دي كلها زان احمر على 7 سنتي سفنجات روبوندا حضرتك من اعلى السفنجات. ما شاء الله ماشي 100 100. والشلت بتاعتها المخدات دي بترجع ورا يا استاذ احمد. يا استاذة دي ما جدع ميكانيزما حضرتك بترجع ورا اهو يا استاذة. بص حضرتك الشلتة بتاعتها عاملة ازاي يا استاذة؟ ده كأنها شلت انتريهات. ما شاء الله. حاجة الله اكبر. طيب. زي ما احنا قلنا لحضرتك بنراعي ربنا في شغلنا. 100 100. بس ده لون تاني طقم منها برضه اهو، لون بيج. دي اللون البيج بتاعها حضرتك ماشي. وعندي منها برضك اللون الرصاصي. الرصاصي بس باحترامي ليكي دي على قماشة اقل وخامة اقل شوية عشان اكون صريحة. وبتبقى اقل في السعر اللي هناك دي؟ اقل في السعر. ما انا شايفة مش متنجدة بالكثافة دي. حضرتك يا استاذة اقل في السعر واقل في الخامة حضرتك بينا وبينك ربنا. طب يا جماعة بصوا استاذ احمد بيقول كل حاجة، يعني في منها اقل جودة شوية عشان برضك ما تزعليش مني، عشان برضك ما يجي العميل يقول لي باحترام ليك انا شفتها بره بسعر اهدى نوريه. بص عندها هي حضرتك. ماشي تمام. يا استاذ. ماشي يا استاذ احمد. بامر الله ان شاء الله بقى معانا الطقم اهو. استناني بقى كده يا استاذ احمد بقى نركز بقى في الحاجات القمر دي. نيجي بقى من الناحيه دي عشان نتفرج على التحف اللي الناس ما بتصدقش سعرها في معارض المعلم. يا جماعه استمتعوا بالتحف دي والحاجات الشيك قوي القيمه. الله اكبر. طقم قلاب معاكي بيديك بيتقلب معاكي، الكنبتين بيتفتح معاكي، حاجه محترمه بحمد الله. دي كنبه جنزير ان شاء الله، وادي الكنبه فاتحه ومعاه كرسي، كرسي لونه وكرسي لون بامر الله. بصوا يا جماعه بصوا الكراسي، كرسي بيج وكرسي نفس اللون اللي هو الجنزاري ده، حلو جدا. والكنبه حضرتك زي ما قلت لحضرتك الكنبتين بيتفردوا معاك استاذ احمد، والرجول بتاعته دي برضو نحاس مش استلس، نحاس. وحضرتك زي ما احنا بنقول بردك وتعامل معانا كذا عميل حضرتك، الشغل ده بالذات شغل مصنعنا بنديكي ضمان معاه، ضمان مدى الحياه. حاجه اصلا واضحه يا جماعه، حاجه الله اكبر. بص يا استاذه الشغل وشوفي باحترامك، يعني شغل الله اكبر بالراعي ربنا في الشغل بمعنى اصح. سفنج برضك حضرتك يا استاذه روبوند من اعلى السفنجات. 100 100. ماشي يا استاذه احمد، الطقم ده هيبقى بكام معانا؟ استاذه هنعمل بردك عليه ديسكاونت عالي قوي بردك عشان خاطر القناه الحلوه بتاعتنا بامر الله وبالصلاه على سيدنا النبي. الطقم ده احنا بنتكلم فيه 19000 جنيه، الطقم ده قسما بالله يا استاذه في ابراهيم عم، قسما بالله وفي اباني ب 25000 وبكرسي واحد. ماشي. طب وعندنا 25000 وبكرسي واحد بامر الله. دي كنبتين وكرسيين والترابيزه زي ما احنا قلنا هديه. ماشي. دي ان شاء الله هنحسبهم لهم ب 15000 جنيه. ماشي يا استاذ احمد تسلمي، دي حاجه قيمه يا جماعه وفخمه ان شاء الله ب 15000. الطقم القصر بامر الله. انت كنت مصوراه المره اللي فاتت ده كسر الدنيا ده. حضرتك ما جالنا عميل قال لنا طب انا عاوز اللون ده. عملنا اللون ده الله اكبر بقى تحفه، وبقينا شغالين في اللون ده الله اكبر. حلو قوي.
التمر اصلا زي ما انت عارفه كان لونه كذا اخضر. عميل كذا عميل خده باحترامي ليكي، بقينا علينا في خاماته وعلينا في الجوده بتاعته زياده كمان عن الاول بامر احنا اللي. اصلا يا استاذ احمد المره اللي فاتت كنا بادئين بيه الفيديو بس انا عايز اقول لك كانت في واحده كلمتني من التجمع الخامس جت خدت اربع انترهات، خدت ثلاث انترهات وركنه تمام يعني عندها بقى مساحه كبير بامر الله ما شاء الله. وان شاء الله يا استاذه بقى عدلنا في الكراسي بتاعته بامر الله يعني. بصوا يا صلاه النبي على الجمال. بصوا يا جماعه الجوده، واخدين بالكم من الفينش والتقفيل والشغل عامل ازاي؟ بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه كده واتأنوا كده في الحاجات اللي احنا بنشوفها وما تفوتوهاش. شايفين حاجه تقيله و بصي حضرتك انا عايز اقطع بابي على الكنبه كده يا استاذه معلش. بصي يعني حتى الكنبه دي كله باحترامي ليكي تخيطه وتونيه كله استاذه. اللون كمان خطير وجديد. بصوا اللون حلو ازاي، لون هافان كده يا جماعه، لون هافان حلو قوي، جميل جدا ما شاء الله. بس انا ما شاء الله حلو جدا 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 جدا. ده احنا كنا عارضينه المره اللي فاتت لو الناس متابعه وفاكره، اتعمل منه لون تاني لانه الطلب كتير، وما تقلقوش من الرجول دي لانها نحاس نحاس. وضمانات يا استاذه بردك، عارفين بردك بنديهم ضمانات مع الشغل. ماشي يا استاذه، الشغل ده مصنع وبنديهم معاه ضمانات ينسوه مدى الحياه. ماشي يا جماعه، كل حاجه معاها الضمان بتاعها. طيب 100 100. ده الكرسي التاني بتاعه، هو هما كرسيين اتنين رصاصي. ماشي نكمل مع استاذ احمد بامر الله بقى. استاذه تعالى بقى صوري الركنه الحلوه دي بامر الله. ايوه لونها برده جميل. الله الركنه الانترهات دي يا استاذه قسما بالله وشهاده تحاسب عليها ليوم الدين، ما هيلاقوا ولا خامه ولا مودلات ولا قماشه ولا الديزاينات دي في جمهوريه مصر العربيه كلها. تسلم يا استاذه. خامات ديزاينات شغل باحترامي ليكي قسما بالله حاطينه في بيتنا يا استاذه. ما شاء الله يعني الشغل ده قسما بالله، انا عريس لسه متجوز بقاليش يجي 3 اسابيع. ما شاء الله الف مبروك يا استاذه. الشغل ده قسما بالله حاطه في بيتي. مبروك الله يبارك لك يا استاذه. دي بردك زي ما احنا متعودين سرير وصحاره بردك بقى يا استاذه. باحترامي ليكي بقى، عاوزك تقربي معلش يا استاذه انا اسف بتعب حضرتك. لا ولا يهمك. شوفي الخامه بقى حضرتك، بصي الخشب زان احمر من تحت اهو على 7 سم زان. الله ينور يا استاذ احمد. الله ينور يا استاذ احمد. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم؟ عملنا اختلاف بدل ما الصحاره تترفع، لا عملنا اهو ما شاء الله. بصي حضرتك دي انت واخدها يا استاذ احمد عاملها ليك في والله البيت. والله العظيم حاططها في بيتي يا استاذه. جميله بصراحه، ذوقك حلو. حلو قوي يا جماعه. كمان القماش جودته بسم الله ما شاء الله مخليه الركنه تحفه، والحاجه متكلفه لا تتخيلوا ازاي. بصوا شغل الله اكبر. بصوا يا جماعه الحاجه يعني مش بيهتم دي مقادع بردك مكاريزما. كل حاجه معموله ازاي ما شاء الله. وغدا مكاريزما اهو. بصي بردك السفنج روبوند يا استاذه عاملين سوسته عشان بردك لما يجي الزبون يشوف ان السفنج بتاعنا سفنج روبوند. من اعلى السفنجات. ماشي يا استاذ احمد، الله ينور عليك، ربنا يبارك لك. ماشي يا استاذ احمد، الحلوه دي هتبقى سعرها كام الركنه الحلوه دي؟ الحلوه دي ان شاء الله دي اسمها الركنه مكتبه، عشان احنا مكتبة. عاملين من جواها من هنا من الناحيه الثانيه بس عشان المساحه بس حضرتك يا استاذه مش باين. دي اسمها ركنه مكتبه، دي ان شاء الله يا استاذه بقت عامله 16000 جنيه. ما شاء الله يا استاذ ما شاء الله، حلوه جدا يا جماعه الحاجه، واخده حقها في الشغل زي ما قلنا. ماشي 100 100. دي بقى ان شاء الله بقى معايا بقى الطقم التوكه، عندي منه اللون اللي هو اللي هناك وعملته بقى على قماشه سيزر حضرتك يا استاذ. حدثنا فيه وعملنا منه الوانات. ده طقم التوكه يا جماعه عملوا منه الوانات جديده. بصوا كمان القماش السيزر بتاعه بامر الله يا استاذه، وعلينا بردك فيه في الخامات وعلينا فيه في كل حاجه في قماش وخامات. ده حضرتك الطقم التوكه زي ما احنا متعودين، شاسيه خارجي بامر الله وشاسيه داخلي ان شاء الله على 7 سم زان احمر كله. يعني الشغل بتاعنا اهو بامر الله يا استاذه. معلش انا هتعب حضرتك تصوريه عشان برضك يشوف المتابعين بامر الله ويشوف قناتنا الحلو كله على زان شاسيه. شاسيه خارجي وشاسيه داخلي بامر الله يا استاذه. الكرسي بتاع الطقم ده كمان مستو نوار كبير يعني واسع. بصوا الكرسي قد ايه؟ مستغل معاه كذا مساحه يعني مساحات كتير. الالوان حلوه وكمان وعمليه وتستحمل يعني عاملين الوان تستحمل. لا يا استاذ عاملين دي قماشات لسه جديده حضرتك لسه ما نزلتش كمان يعني قماشات جديده. دي قماش اسمها قماش سيزر جديد. بصوا القماش عامل ازاي يا جماعه؟ ماشي يا استاذ احمد، قول لنا بقى الانتري التوكه ده هيبقى سعره كام؟ التوكه دي القماش السيزر حضرتك منه هيبقى عامل 14000 جنيه. بالقماش ده 14. القماش العادي حضرتك بردك ب 12000 جنيه زي ما هو حضرتك. ماشي. موجود عندي العادي وموجود عندي القماش السيزر. ماشي السيزر بيبقى اعلى شويه. بيبقى اعلى حضرتك، بيبقى اعلى في قماش واعلى حضرتك في كل حاجه. خلاص ماشي يا استاذ احمد. معاه بقى ان شاء الله الطقم ال ده طقم الله اكبر ما بيقعدش عندي بامر الله. ماشي. طقم الله اكبر ما بيقعدش الرجوله عندي على قاعده حضرتك نحاسه اهو. القاعده من تحت قاعده نحاسه. اسمه طقم ال.
ماشي يا جماعه، الوانه برده حلوه، كشمير في كافيه حلو قوي اللون ده. دي كنبتين بامر الله يا استاذه، والكرسيين بتوعهم بامر الله. بص الكرسي عامل ازاي، كرسي بص حضرتك الظهر بتاعه استاذه اهو، وادي الوش بتاعه اهو بامر الله، واخد حقه يعني ما شاء الله. لا والله بنحب الراعي ربنا، اصل الحاجات دي ما كنتيش بحتمي تخدميها صح بقى بنقص منها. لا يا استاذ احمد حاجه جميله. بصوا يا جماعه الحاجه من بعيد شكلها عامل ازاي ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه رايكم؟ ماشي يا استاذ احمد، الطقم ده هيبقى سعره كام ال؟ الطقم ال ده حضرتك احنا بنبيعه ب 18000 جنيه، والكلام ده المتابعين القناه ان شاء الله هنحسبه لهم 14500. 14500 جنيه طقم ال يا جماعه. كل حاجه بنعرضها في معرض المعلم بنقول لكم سعرها وبنوريكم قد ايه ما شاء الله الحاجه متكلفه، عشان وانتم جايين تبقوا عارفين هتاخدوا ايه ان شاء الله. العروض عندنا دي شحن بامر الله لجميع المحافظات. طيب الشحن متوفر بامر الله لجميع المحافظات بامر الله. ماشي يا استاذ احمد، تسلم ايدك، الله ينور، الله يخليك. ماشي يا جماعه، طبعا الفيديو ده هنعمل فيه كمان عروض على غرف الاطفال. تمام يا خلاص فهمت. نروح بقى نشوف عروض غرف الاطفال. ماشي يا جماعه، عايزين لايكات كتير للفيديو الحلو ده، لان بجد الحاجه قيمه جدا، وبشهادتكم في التعليقات، وهستنى تعليقاتكم الحلوه كالعاده. ويلا نروح مع استاذ احمد نشوف باقي غرف الاطفال والعروض عليها. والناس اللي ما شافتش غرف النوم كانت في الفيديو اللي قبل ده، وانا هسيب لكم اللينك في اول تعليق. يلا بينا نروح مع استاذ احمد نشوف غرف الاطفال وعروضها الحلوه. استنونا عروض غرف الاطفال، عشان كده بقى صورت لكم النهارده او في الفيديوهات اللي هتنزل عروض غرف النوم، عروض الانتريهات، وكمان عروض غرف الاطفال. فان شاء الله تيجوا تستغلوا العروض دي كلها يا جماعه في اسرع وقت. ما شاء الله يا استاذ احمد. ماشي، بتبدا معانا الاسعار النهارده من كام؟ قول لنا. تبدا ان شاء الله الاوض الاطفال يا فندم زي ما احنا برضك متعودين ان شاء الله من 6.5. 6.5 ماشي، 6500 جنيه. طب استاذ احمد، واعلى غرفه واشيك غرفه بسعرها كام هنا؟ عندي شغل مصنع حضرتك بضمانات 25 سنه، معاه شهاده ضمان، معاه طيب. سرير على الاوضه حضرتك، معاه البادج بتاعها، بيبدا من عند ال 150 باتنين سرير بكوميدور بمرايه من 16000 وانت طالع. طيب وعندي ال 2 متر بتبدا من 22 وانت طالع. دي الحاجات بقى العاليه قوي. دي حاجات شغل بحر امريكي تنسيها مدى الحياه. يعني موجود كل الفئات يا جماعه، من اول 6500 لحد لو عايزين غرفه اطفال ب 22000 موجود. ب 30000 جنيه اطفال موجوده بامر. ماشي يا استاذ احمد، ربنا يوسع عليكم. بيبدا ان شاء الله معاه بقى الاوضه الورده دي، ان شاء الله اوضه افريقي، دولاب 150، اتنين سرير حضرتك، كومودينو بمرايه. ماشي. حاجه زي كده شغل افريقي ان شاء الله. دي بنتكلم فيها ب 9.5 ان شاء الله و 10000 جنيه. دي متابعين القناه ان شاء الله عاملين خصم عليها وديسكاونت ان شاء الله، خصومات اخر السنه. ايوه. في سنتر المعالم. أيوة. ان شاء الله هتبقى عامله 7.5 بامر الله. 100 100 يا استاذ احمد، هحط لك انا لايك للفيديو ده. 7500 جنيه، الله ينور. عندي موديلات كتير بامر الله يا استاذه، يعني معايا عندي اشكال وموديلات كتير برضك بامر الله. موديلات جديده برضك واشكال جديده بنستخدمها. بصوا يا جماعه الاشكال كتير، 7500 جنيه بدل 10000 جنيه. العرايس بقى والعرسان يفرحوا كده بعروض النهارده، ويجوا ان شاء الله يلحقوها. وانا بحط لكم العنوان يا جماعه في اخر الفيديو على طول، من اجمل المعارض اللي انتم ممكن تشتروا منها فعلا معرض المعالم. بامر الله بقى معايا اوضه الاسلامي برضك افريقيا اهي، 150 ان شاء الله، حاجه دولاب 150، بيكومودينو بمرايه ان شاء الله، باتنين سرير يا استاذ، يعني انا السرير بتاعها بامر. كل غرفه بيبقى معاها اتنين سرير يا جماعه. كل غرفه معاها اتنين سرير. ماشي يا استاذ احمد، دي هتبقى معانا بكام؟ حاجه زي كده ان شاء الله احنا بنتكلم فيها ب 11000، كل حاجه حسب الخامه وحسب الديزاين. ماشي. دي ان شاء الله يا فندم هنحسبها لهم ب 8000 جنيه. 100 100 8000 جنيه. وسريرها ودولابها كبير كمان يا جماعه. 8000 150 150. معانا حاجة مختلفة زي كده إن شاء الله يا فندم، معروفة إن شاء الله. دي بتتباع في السوق كله ب 7000 و 7.5. ماشي. وسنتر المعلم ب 6500 جنيه. ماشي يا جماعة، دي هتبقى ب 6500 جنيه لينا النهاردة، مع طبعا الاتنين سرير والكومودينو بتاعها. صور بقى الموديلات دي كلها بقى. ماشي يا أستاذ أحمد، ما شاء الله، طبعا كل دي نفس الأسعار يا جماعة، موديلات كتيرة أوي وأشكال. في حاجات 2 متر. صور بقى 2 متر عشان تصور ال 2 متر كلها مع بعضها. طب يلا ماشي. معاه بقى حاجة زي كده 2 متر برضه كده يا أستاذة. دي ثلاث درج بامر الله، دي الثلاثه التلفونيه رف وشماعه بامر الله، وهنا برضك ثلاث طرف استاذه، وهنا ان شاء الله برضك هنا رف وشماعه. ماشي. وادي الاثنين سرير بتوعهم بامر الله، دي الاثنين سرير بتوعهم، ومعاها سلاحه ومعاها البرواز بتاعها. طيب. حاجه زي كده منتج 14000 والكلام ده، دي متابعين القناه ان شاء الله يا استاذه هنحسبها لهم ب 10500. 100 100 يا استاذ احمد، الله ينور، اسعار زمان. بمرد الله. ماشي يا جماعه. عندي منها برضك ال 150، يعني عندي ال 2 متر وعندي منها 150 بامر الله. ماشي.
كل حاجه متاحه ان شاء الله في سنتر المعلم، كل حاجه موجوده. 100 100 استاذ احمد، وبصراحه عروض النهارده حلوه جدا وحاجات قيمه وتشرف، والناس جت، وانتوا شفتوا التعليقات كمان تحت الفيديوهات عامله ازاي يا جماعه. ان شاء الله اللي ما جاش يجي على ضمانتي، وترجعوا تعلقوا لي وتقولي لي رايكم ايه. من اجمل المعارض زي ما قلت لكم معرض المعلم، عروض قيمه، اخشاب ما شاء الله بجوده عاليه لانها مصانعهم يا جماعه، فبيعملوا الحاجه بجوده عاليه جدا، ومهندسين بيصمموا الحاجات الحلوه دي، فالحاجه من الالف للياء تصنيعهم. بحبكم جدا في الله، ان شاء الله دايما مش هنسيب سنتر المعلم او معرض المعلم، دايما هنصور معاهم عشان بجد من اجمل الاخشاب. وانا فرحت لما لقيتكم علقتوا تعليقات حلوه كده، والناس جت من كل مكان واتبسطت من الشغل. نشكر استاذ احمد. تسلم يا استاذ احمد، ربنا يبارك فيك دايما كده في زياده، ودايما نشوف عندك اللي ما بنشوفوش في اي مكان تاني. الله يخليك، ونكون احنا عند حسن الزبون ان شاء الله، وحظ يعني حسن العميل. حسن حظنا طبعا استاذ احمد ان احنا عرفناكم، وحسن ظننا كمان، وانا بتشرف بيك دايما استاذ احمد وبحاجتك الحلو. ماشي يا جماعه، طبعا العنوان هنوريكم العنوان دلوقتي، وارقام التليفونات برده بسيبها لكم على الشاشه. الشحن موجود، وموجود كمان تقسيط بفيزا المشتريات، فيزا المشتريات جميع البنوك بامر الله، والشحن جميع المحافظات متوفر ومتاح بامر الله. بشكرك جدا. ماشي يا جماعه، دايما ان شاء الله مع معرض المعلم، وعايزاكم تحطوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. وتعالوا بقى اقول لكم العنوان فين بالظبط، في طنان، استنون. ماشي يا جماعه، هي دي معارض المعلم ان شاء الله، ما شاء الله زي ما انتم شايفين على مساحه كبيره جدا، وفي كمان معارض تانية اللي احنا صورنا فيها غرف النوم جنبهم كده على طول. انتوا هتيجوا بس في طنان في الاليوب، الاليوبيه عند كوبري الكارتة، كوبري الكارتة تيجوا قدامه كده على طول، الشارع اللي قدامه ده هتدخلوا كده هتلاقوا معارض المعلم على ايدكم الشمال كده على طول يا جماعه. وانا بسيب لكم كده كده ارقام التليفونات على الشاشه عشان تتواصلوا معاهم وانتوا جايين، وما تمشوش مع اي حد ولا تدخلوا معارض تانية عشان لازم توصلوا للحاجات الحلوه دي. الشبكه موجوده، رنوا عليه على النت متاح عند عشان الشبكه. خلاص رنوا على الواتس مثلا يا جماعه لو الشبكه جوه مش كويسه. ماشي يا استاذ احمد، يبقى العنوان طنان اليوبيه ارض المعارض كوبري الكارتة معرض المعلم موزه القمار. ماشي يا استاذ احمد، بشكرك جدا. ماشي يا جماعه، ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات دايما كتير حلوه من معرض المعلم، واشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.